السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم على بقية الدرس بتاع البطالمة. إحنا كنا اتكلمنا الفيديو اللي فات على دولة البطالمة، عرفنا الدولة دي قامت إزاي وعرفنا انتهت إزاي، مين هم أهم الحكام بتوعها، وعرفنا مظاهر الحضارة بتاعتها. بدأنا نتكلم على مظاهر الحضارة، خدنا جزء من هذه المظاهر. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقيه مظاهر الحضاره البطلميه. قبل بس ما اكمل بقيه المظاهر، افكركم ان الحضاره البطلميه كان بيطلق عليها، او مظاهر الحضاره البطلميه كان بيطلق عليها الحضاره الهيلينستيه، لانها كانت مزيج ما بين الحضاره المصريه والحضاره الاغريقيه. اتكلمنا على الحياه السياسيه، اتكلمنا على الحياه الاجتماعيه، اتكلمنا على الحياه الاقتصاديه. ده الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات من مظاهر الحضاره البطلميه. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه مظاهر الحضاره البطلميه في مصر، ونعرف البطالمه عملوا ايه في مصر في بعض النواحي التانيه. تعالوا بينا نكمل ونشوف بقيه الحضاره البطلميه كان شكلها عامل ازاي. واول حاجه هبدا بيها هي الحياه الثقافيه. الحياه الثقافيه، هل البطالمه اهتموا بالعلم واهتموا بالثقافه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه في الجزئية بتاعت الحياة الثقافية. فلازم أعرف إن البطالمة اهتموا جدا بالعلم والثقافة، وكانوا بيعتبروها حاجة في غاية الأهمية. مدينة الإسكندرية أكتر مدينة كان ليها اهتمام بالعلم والثقافة، فهلاقي إن البطالمة بنوا حاجة مهمة جدا جوه مدينة الإسكندرية اسمها جامعة الإسكندرية. بنوا جامعة للتدريس وللتعليم وللعلم والثقافة جوه الإسكندرية، والجامعة دي كانت تعتبر أكبر دار للعلم عرفها العالم القديم. العالم القديم اللي هي الفترة اللي كانت فيها دولة البطالمة، أكبر دار ممكن تتعلم فيها في العالم القديم أو في الفترة دي أو في عهد البطالمة كانت جامعة الإسكندرية. كان بيجي لها من كل حتة في العالم العديد من الدارسين والعديد من العلماء عشان يدرسوا فيها ويعملوا فيها أبحاثها، وده يدل على إن البطالمة كان ليهم اهتمام كبير جدا بالعلم والثقافة خاصة في جامعة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية كان بيدرس فيها العديد من العلوم. لو عايز تدرس الطب في جامعة الإسكندرية، عايز تدرس التاريخ، عايز تدرس الجغرافيا، عايز تدرس الفلك، عايز تدرس الهندسة، عايز تدرس الحساب، عايز تدرس أي علم ممكن تدرسه في الوقت ده هتلاقيه بيدرس في جامعة الإسكندرية. العلماء اللي فيها كانوا من أفضل وأشطر العلماء في العالم كله، لدرجة إن هم اتوصلوا لمجموعة من الحقائق والمبادئ العلمية ما كانتش معروفة في الوقت دوت، هم قدروا يوصلوا لها ويكتشفوها، زي مثلا دوران الأرض حوالين الشمس. لأن ساعتها في الوقت ده في العالم كان الناس فاكرة إن الأرض هي اللي ثابتة والشمس بتلف حواليها، لكن العلماء بتوع جامعة الإسكندرية اكتشفوا العكس. حقيقة ومبدأ علم مهم جدا كلنا عارفينه دلوقتي، إن الأرض هي اللي بتلف حوالين الشمس مش الشمس اللي بتلف حوالين الأرض. برضه هلاقي إن البطالمة او العلماء سوري العلماء بتوع جامعه الاسكندريه توصلوا برضو لحاجات تانية زي تقدير محيط الكره الارضيه، المحيط بتاع الارض، حجم الارض او محيطها. عملوا له عمليه تقديريه بدون ما يبقى عندهم امكانيات وتكنولوجيا حديثه زي عندنا، لا ده هم بداوا يعملوا بعمليات حسابيه دقيقه ورياضيه وتجارب، قدروا ان هم يقدروا المحيط بتاع الكره الارضيه. تمام، وفعلا التقدير بتاعهم ده طلع قريب جدا من التقدير الصحيح او من الحجم الحقيقي لمحيط الكره الارضيه بعد ما حسبناه بعد كده بالادوات التكنولوجيه وبعد ايه تقدم وتطور التكنولوجيا. فده معناه ان فعلا جامعه الاسكندريه كانت مكان رائع جدا للعلم في جميع العلوم، علمائها اكتشفوا حاجات كتيره جدا ما كانتش معروفه في الوقت دوت. تعالى برضو ناخد امثله لبعض العلماء اللي كانوا موجودين جوه جامعه الاسكندريه. عندي مثلا عالم مهم جدا خدناه قبل كده اسمه مانيتون، ومانيتون ده كان مؤرخ مصري بيدرس في جامعة الإسكندرية، وهو دوت اللي قسم التاريخ الفرعوني ل 30 أسرة حاكمة. فاكرين انتوا الترم اللي فات كنا بناخد الفراعنة وقلنا ان الفراعنة كانوا عبارة عن 30 أسرة، خدنا بعض هذه الأسرات وخدنا ملوك في الأسرات، فاللي قسم التقسيمة بتاعت ال 30 أسرة دولت كانت مانيتون اللي كان كان مانيتون اللي كان بيدرس في جامعة الإسكندرية. برضه من العلماء المهمين جدا اللي كانوا موجودين في جامعة الإسكندرية العالم أرشميدس، اللي هو حط لنا قانون الطفو. هو صاحب قانون الطفو، قانون الطفو دوت اللي هو بكل بساطة كده أكيد أنتوا خدتوه في الساينس طبعا، اللي هو الحاجات اختلاف الكثافة ما بين المية والمواد التانية، الحاجة اللي أنت بتحطها في المية فتغرق فيها أو الحاجات اللي بتطفو على وجه الإيه؟
الميه هو ارشميدس اللي حط هذا القانون. برضه من العلماء المهمين جدا اللي انتوا اكيد برضه سمعتوا عنهم العالم اقليدس. اقليدس اللي حط اصول علم الهندسه، هو اللي اخترع علم الهندسه ووضع الاصول بتاعته، وحط له نظريات كتيره وحط اصول لهذا العلم، كان برضه بيدرس في جامعه الايه؟ الاسكندريه. زي ما انت شفت ازاي الجامعه دي كانت جامعه عريقه جدا وعظيمه، قدرت ان هي تتوصل لحقائق كتيره، ودرس فيها علماء كتير، ودرس فيها دارسين كتير جدا جميع العلوم. طيب هل فقط الجامعه هي اللي عملها البطالمه داخل الاسكندريه؟ قال لي طبعا لا، دول كمان عملوا حاجه مهمه جدا اسمها مكتبه الاسكندريه. زي ما انت شايف الشكل التخيلي بتاع مكتبه الاسكندريه في الصوره قدامنا اهو. مكتبه الاسكندريه ديت كانت تعتبر أول مكتبة حكومية عامة في العالم القديم. مكتبة حكومية الدولة هي اللي أنشأتها. تمام؟ ومكتبة عامة، يعني عادي أنت ممكن كفرد من الشعب تدخل تطلع على الكتب اللي فيها. اللي عملها كان بطليموس الأول، هو اللي أنشأ هذه المكتبة، وبدأ إن هو يجيب الكتب الأصلية من كل مكان ويحطها في هذه الجامعة، وكان كل العلماء اللي بيدرسوا فيها بيكتبوا كتب أصلية كانت بتتحفظ في يحطها في المكتبة، كانت بتتحفظ في هذه المكتبة. تمام؟ المكتبة دي بيقال إن هي ضمت أكتر من 500,000 كتاب في كل العلوم وفي كل الآداب وفي كل الفنون وفي كل دروب المعرفة. يعني أي علم عايز تدخل تطلع عليه هتلاقي فيه كتابات أو فيه كتب لهذا العلم داخل المكتبة. ده مش كده وبس، ده كمان بلغات كتير. يعني هتلاقي كتب باللغة اليونانية، كتب باللغة الفينيقية، كتب باللغة المصرية، كتب باللغة الهندية. إذا كل اللغات اللي كانت موجودة ومتعارف عليها في الوقت دوت كان في منها كتب في مكتبة الإسكندرية. لكن للأسف للأسف سنة 48 قبل الميلاد هذه المكتبة تعرضت للتدمير وانتهت، لحد طبعا ما تم إقامة المكتبة الجديدة اللي موجودة دلوقتي في نفس المكان اللي كانت فيه مكتبة الإسكندرية القديمة. طيب ده كده كان بالنسبة لاهتمام البطالمة بالعلم والثقافة. تعالى نتكلم على مظهر تاني من مظاهر الحضارة الهيلينستية أو البطلمية، وهي الحياة الدينية. بالنسبة للدين، يا ترى الدين كان عامل إزاي في مصر أثناء الحكم البطلمي؟ إحنا عارفين طبعا إن المصريين القدماء كان ليهم الديانات الخاصة بيهم زي عبادة رع وآمون وأوزوريس، وكان طبعا كبير المعبودات عندهم هو آمون. أما البطالمة الدين بتاعهم هو الدين الإغريقي، كانوا بيعبدوا معبودات أخرى زي زيوس مثلا. تمام؟ فهل البطالمة فرضوا الدين بتاعهم على المصريين ولا فضلوا سايبين الدين بتاع المصريين؟ تعال نشوف، هلاقي إن البطالمة أدركوا وعرفوا إن العقيدة الدينية مهمة جدا جدا عند المصريين، وإن المصريين ما بيتسامحوش مع أي حد بيهين أو ما بيحترمش العبادات بتاعتهم، زي ما شفنا مع الفرس لما المصريين كانوا بيكرهوا الفرس بسبب عدم احترامهم للدين المصري القديم. عشان كده البطالمة لما خدوا بالهم من الحتة دي بدأوا إن هم يهتموا جدا بالجزء الديني. تمام؟ واتأثروا بيه فأضافوا صفة التقديس لحكامهم، يعني اعتبروا نفسهم كأنهم عاملين زي الفراعنة. الفرعون كان شخصية مقدسة عند المصريين القدماء، فهم كمان كأنهم شخصية مقدسة بالنسبة لمصر. ده مش كده وبس، ده كمان خلوا ان الديانة الرسمية بتاعت البلاد هي الديانة المصرية القديمة، يعني ما فرضوش على المصريين اي ديانات خاصة بيهم، لا ده الديانة المصرية هي الدين الرسمي للبلاد. عملوا المصريين مجموعة من المعابد عشان يعبدوا فيها الآلهة المصرية، زي معبد للإله حورس في منطقة إدفو، ومعبد للإلهة إيزيس في منطقة فيلة. طيب نقطة مهمة جدا لازم نعرفها، وهي إيه؟ لما الحضارة المصرية اندمجت مع الحضارة البطلمية وعملوا الحضارة الهيلينستية، تمام، لازم نعرف برضو ان الاندماج دوت اثر على الناحية الدينية. فهلاقي ان في عبادات جديدة بدأت تظهر بسبب الخلط والمزج بين الديانة المصرية والإغريقية، بدأ يحصل مزيج ويحصل خلط ما بين الديانة المصرية والإغريقية، فنشأت عبادة جديدة اسمها عبادة سرابيس، أو عبادة الإله سرابيس. والإله سرابيس دوت إله نشأ مخصوص نتيجة للدمج والخلط بين الديانة المصرية والديانة الإغريقية، لدرجة إنهم عملوا له معبد مخصوص اسمه معبد السرابيوم دوت، اتعمل في الإسكندرية. ده بالنسبة للدين عند البطالمة أو الدين في مصر أثناء الحكم البطلمي. تعال ناخد آخر حاجة عند البطالمة وهي العمارة. والعمارة هي فن البناء، وزي ما أنت شايف في الصورة
بناء من أعظم الأبنية اللي اتعملت في التاريخ، وهي منارة الإسكندرية اللي تعتبر عجيبة من عجائب الدنيا السبع القديمة. زي الهرم ما قلنا إن هو كان عجيبة من عجائب الدنيا السبع، برضو منارة الإسكندرية كانت عجيبة من عجائب الدنيا القديمة. تمام، منارة الإسكندرية دي اللي بدأ يبنيها كان بطليموس الأول، ورغم إن هي وعشان هي كانت مبنى ضخم جدا وعظيم، استمر البناء فيها لحد ما انتهت في عهد بطليموس الثالث، يعني بدأها الأول وكمل فيها الثاني، واللي أنهاها وبناها بالكامل كان بطليموس الثالث. منارة الإسكندرية دي ارتفاعها حوالي 120 متر، ارتفاع طويل جدا، وزي ما انت شايف هي برج كبير متكون من 3 أقسام أو 3 طوابق كبار، جزء وجزء وجزء. وكانت المنارة دي كانت بتستخدم لإرشاد السفن اللي موجودة في البحر، وكانت مبنية في مدينة الإسكندرية طبعا على الجزيرة أو على إحدى أطراف جزيرة فاروس اللي إحنا كنا عرفناها قبل كده، اللي كانت مكان مدينة الإسكندرية. دي كانت كل مظاهر الحضارة الخاصة بالبطالمة. كده إحنا عرفنا الحياة الدينية، العمارة يعني فن البناء عندهم، وعرفنا كمان الحياة الثقافية والعلمية عند البطالمة. ده كان درس البطالمة بالكامل، وكده انتهى الدرس بتاعنا. إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.